طب هنتكلم النهارده ان شاء الله دكاتره عن موضوع الريفرنس او بشكل اساسي يعني الانماط بتاعه المراجع. لو انا عندي مرجع معين وشغال على نمط معين او على ستايل معين بتاع مجله معينه او بتاع كليه او ايا كان، ده طب مفيش اي مشاكل بالنسبه له. افترض ان الستايل ده اصلا مش موجود في البرنامج، الستايل اللي انا عايز اشتغل عليه ده كان مجله في الكليه او مجله بره او حتى رساله علميه عايز اعملها في كليه معينه ملهاش نمط ومش زيها اي نمط تاني، فانا عايز اعمل نمط من جد، اختار نمط او ستايل قريب منها واعدل فيه. ازاي انا اقدر اعمل ستايل جديد من نفسي انا بناء على فورمه مطلوبه مني، او ان انا اجيب ستايل قريب من اللي انا عايزه واغير فيه؟ عشان نعمل كده بنروح لحاجه اسمها الايديت، القائمه ايديت، ومن القائمه ايديت بختار حاجه اسمها اوتبوت ستايل، بختار اوتبوت ستايل يعني الشكل النهائي للستايلات لما بيتطبق على المراجع عندي. هنا بيقول لي هو انا ايه اول خيار نيو ستايل، لو انت عايز تعمل ستايل جديد خاص بيك. طبعا الواحد لو عنده الفورمات اللي هو هيمشي عليها ممكن يعمل ستايل يسميه باسمه، او لو انت قريب منك ستايل معين وعايز تغير فيه قول مثلا انا عايز اعمل ايديت للستايل ده او ايديت للستايل ده او اوبن ستايل مانجر، او اختار اي واحد من دول شايفه قريب من اللي انت عايزه وعدل فيه. انا هقول له مثلا انا عايز اعدل في ده في الستايل ده، بيفتح لي هنا الستايل مانجر ده بيقول من فوق خالص اباوت ذيس ستايل، يعني بيديني فكره عن الستايل ده، مين اللي انشاه ومبنى على اساس ايه، تابع لشركة، تابع لمؤسسة، تابع لكلية، تابع لدار نشر إلى آخره يعني. طبعا ده الناشر بتاعه السيفير، والكاتيجوري بتاعته اللي هي ايكولوجي علم البيئة، وبيقول ده تم إنشاؤه يوم كذا أو سنة كذا. وأباوت أو الأوصل انستراكشن اللي هو إيه؟ السيفير. طبعا لو حد عايز تلاقي يعني بيانات خاصة بالسيتيشن ده أو بالنمط ده أو بالستايل ده ادخل على الرابط ده. اللي بعديها البنكتويشن واللغه اللي تم تصميم الستايل ده عليها. طبعا عندنا انا هنا الديفولت بتاعي او الافتراضي انجليزي، ممكن يبقى عربي اقصد فرنساوي. بالنسبه للاعمال الغير معروف الكاتب او الاوثر بتاعها، بيقول لي لما اجي انا اعمل لها فورمات الاعمال الغير معروف الكاتب بتاعها، لما اجي انا اعمل لها ريفرنس ليف اوثر بلانك، انا اخلي مكان الاوثر فاضي لما هي الاسر بتاعها مش معروف، هل اخليه فاضي ولا يوز فول تايتل ان بليس اوف اوثر، اختار الاسم كامل بتاع البحث؟ معلش دكتور محمود بس سؤال لو سمحت. اتفضل يا دكتور. هو في ريفرنس او حاجه انا ممكن استند ليها ملهاش اوثر؟ هتلاقي الكلمه دي انونيمس دي مكتوبه كتير، يعني البحث مش معروف مين المؤلف بتاعه، مش معروف. هتلاقي في بعض الناس او بعض خاصه هتلاقيها في الرسائل، في ناس مش معروف البحث ده بتاع مين، او انا استخدمت ورقه علميه ايا كان بحث او ريفيو ارتكل او ايا كان مش معروف المصدر بتاعه. تمام. اللي بعديها شورت يو شورت تايتل ان بليس اوف اوثر، اختار الاسم المختصر او العنوان المختصر مكان الاوثر، ولا يوز اي بي اي سبيسيفيكيشن ولا انسيرت تكست، ان انا هقول له مثلا مكان الاسم ده اكتب الكلمه دي، وغالبا هي بتكتب يعني انونيمس، يعني ايه غير معروف، كاتب غير معروف او مؤلف غير معروف. او لو انت عايز تحط اسم من عندك بتاع مؤسسه او بتاع هيئه او اي منظمه او ايا كان، يعني حسب ايه حسب ما انت عايز تكتب. ارقام الصفحات، ازاي انت عايز ارقام الصفحات يتم ادراجها اثناء كتابه الريفرنس بتاعك؟ بيقول لك دونت تشينج بيج نمبر، ما تغيريش اي حاجه زي ما مكتوبه في البحث حطها. شو اول ذا فيرست بيج نمبر؟ لا، انت مثلا لو البحث ده منشور في العدد بتاعه من صفحه رقم 100 ل 110، لا هات لي بس ايه اول صفحه بس. هات اول صفحه بس يعني رقم 100، ما تبديش من 100 ل 110، تبدي 100 بس. طبعا ده برضه ايه على حسب ما كل واحد عايز. لو انت عايز تعمل اختصار للرقم الكبير، لو عندك رقم كبير مثلا زي كده 123 لغايه 125 مثلا او 135، لا بدل ما تكتب 135 هو بيقول لك اكتب من 123 مثلا وخمسة، يعني ايه لغايه 125 او لغايه 135 على حسب الصفحات اللي عندك يعني. بعدين بيقول لك ابريفيت ذا لاست بيج، يعني اعمل لي اختصاره بس لمين؟ لاخر صفحه، ويسيب لي اخر رقمين بس عشان انا هنا افهم هو ده 35 ولا 25 ولا 45. هو هنا بيقول لي مثلا من 123 لغايه 125، وانا فهمت كده.
من 123 لغايه 135 لغايه 145، يبقى اخر رقمين دول هو بيوضح لي انا هفهم منهم هو الحد بين او المسافه ما بين اول صفحه واخر صفحه 10 صفحات 20 صفحه 30 صفحه الى اخره. اخر حاجه بيقول لي شو ذا فول رينج اوف بيج، اديني المدى كامل، يعني اكتب لي الاسم كامل او رقم صفحات بشكل كامل سواء الاول او الاخير. شو اول ذا فيرست بيج فور جورنال فول رينج فور اوثر، بيقول لي اظهر لي فقط مين اول صفحه الجورنال نفسها. لو انت مثلا عندك العدد ده فيه 300 هيجيب لك رقم اول صفحه، ايه اول صفحه للمؤلف للعدد كله، وهيجيب لك الرقم كامل للاوسط. طبعا ايه الفرق بين دي وبين اللي قبليها؟ الفرق بين دي وبين اللي قبليها ان هو هنا هيجيب لي بس ايه اول واحده في الجورنال كلها، يعني العدد ده مثلا 300 صفحه من 1 ل 300، هيقول لي واحد دي بتاعت مين الجورنال نفسها، وبعد كده اقول مثلا من 120 لغايه 125 بالنسبه للمؤلف او البحث اللي معايا ده. جورنال نيم، اسم المجله اللي انت هتنشر فيها دي اديها لك ازاي او اظهرها لك ازاي؟ بيقول لي يوز فول جورنال نيم. مش كل اعتقد يعني مش كل الستايلات بتكتب اسم المجله كامل، خاصه لو اسم المجله زي مجلتنا احنا تقريبا صبر كامل اسم المجله يعني. فاحيان كتير اسماء المجلات بتاخد اختصارات، يعني مثلا كلمة انتمولوجي مثلا، مش كل المجلات الخاصة بالانتمولوجي بيكتبوها انتمولوجي، ممكن ايه يكتبوها انتومال مثلا او انتوم كده مثلا، احط نقطة معناها خلاص يعني دي اختصار المجلة. فهنا بيقول لي بقى اخدها كاملة ولا اختصار رقم واحد رقم اثنين، على حسب ما انت عامل الاختصار بتاعك واخد كام حرف من اسم المجلة. دونت ريبليس، ما تستعملش الاستبدال زي ما هي موجودة في البحث. وده بيقول لي ابريفيت جورنال ارتكلز اونلي، لو ايه ده هو يعني بحث او في مجله بس، ولا ريموف بيريود المسافات، لو في مسافات في اسماء المجله شيلها، يعني خلي كل الحروف شبه بعضيها. طبعا ده ايه على حسب ما انت بتحب. السكشن بقى الفواصل، الفواصل دي بعد شويه ان شاء الله لما هنشوف انا ممكن اعمل ايه، اعمل مثلا الكتاب بتاع شباتر. طب هل انت مثلا عيب مثلا بعض الناس بيقول لك شابتر واحد شابتر اثنين او مقدمه لوحديها الريزلت لوحديها الماتيريال لوحديها، هل انت بعد كل جزء من دول عايز المراجع بتاعته لوحديه ولا المراجع كلها زي ما احنا بنعمل كده في رساله مره خالص؟ طبعا حسب ما انت عايز برضه، ممكن تقول لا انا الجزء بتاع الريزلت ده خلي لي الريفرنس بتاعته لوحديها، وبعد الماتيريال حط لي الريفرنس بتاعت الماتيريال، وبعد الانترودكشن حط لي الريفرنس بتاعت الانترودكشن. الكلام ده هنلاقيه او هنجابه في الكتب اللي هي انجليزيه، لكن اعتقد الكتب العربيه وحتى الرسائل بتاعتنا بنميل ان احنا نخلي كل المراجع في نهايه الرساله. طبعا ده ايه؟ يا اما كرييت كومبليت بيبلوجرافي ات ذا اند اوف دوكمنت، خليه في النهايه خالص، او كرييت بيبلوجرافي فور ايتش سيكشن، كل مقطع او كل جزء منهم انتدكشن لوحديها، ريزلت لوحديها، ريفيو لوحديه، على ايه؟ على حسب ما انت ايه؟ على حسب ما انت عايز. او بيقول لي كرييت بيبلوجرافي فور ايتش سيكشن اند كومبليت بيبلوجرافي ات ذا اند، يعني اعمل الاثنين، في نهايه كل واحد اعمل المراجع بتاعته، وبرضه في النهايه خالص ايه؟ اعمل لي نسخه ثانيه بس ايه الرساله مجمع او كل الريفرنس مجمع. برضو احنا بنميل للاختيار الاول اللي هو ايه اللي هو يختار الكل في نهايه المرجع بتاعي او نهايه الكتاب بتاعي. نيجي بقى في السيتيشن، جزء السيتيشن ده هنا خاص بالاستشهاد داخل متن الموضوع، يعني انا فتحت الوورد كده مثلا واحاول ايه احاول بسرعه ادرج اي نص كده، هتلاقيه بنص انجليزي من النت عشان الوقت. هوني لما جاي بجيب بالعربي ماشي، بدل ما اكتب يعني انا احاول ادرج نفسي بشكل سريع كده. ناخد دور مثلا كده، تمام ده انا كده ادرجت نص بسرعه
14 16 ماشي، نخليه شمال ماشي، نخليه جاستيفايد. انا عندي نص والموضوع مثلا ده، هقول والله اللي عمل الكلام ده فلان، اللي قال الكلام ده فلان الفلاني، ده اسمه استشهاد. الاستشهاد هو اسم الكاتب او اسم المؤلف او اسم الباحث او الباحثين اللي بيبقى مذكور في متن الموضوع وبجواره السنه بتاعته. طبعا ده في اغلب العلوم، لكن في بعض الناس بيضيف رقم الصفحه كمان، مين اللي هو خد منها. وعلى كل حال احنا نجرب الكلام ده بسرعه كده، برضه ندخل في جوجل سكولر كده نجيب اي باحث او اي بحث سريعا كده. سكولر يبقى اي حاجه. ياخد وقت معاه في ايه؟ نجيبه من جوجل سكولر اسهل يعني. ناخد ده مثلا. ده صفحة المكتب. ما هو عندنا صفحة المكتب دي، انا دي انا بروح عليها. طب ده هنا. ماشي. دي تاني معلش، ده عشان نضيف المرجع بس كده، تم إضافة للمرجع، نعمل استيراد بالنون ده. لا معلش، ده سوف يتم إضافة المرجع. نعمل سيتيشن بسرعة أنا في البرنامج وورد، أختاره كده وأروح الوورد وأدوس سواء في البداية أو في النهاية على حسب ما أنا بكتب يعني، وأروح للإند نوت هنا وأقول له إنسيرت سيلكتد سيتيشن. اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي اللي هو الجزء ده، الاستشهاد. الاستشهاد الاسم الباحث او الباحثين اللي بيبقى مذكور في متن الموضوع، فده اللي هتكلم عليه دلوقتي. ازاي انا اقدر اغير فيه؟ هو دي هنا مطلوب فلان والعلامه دي، اشمعنى ما كتبش اند هنا؟ والكلام ده كله يعني ازاي انا اقدر اخلي الاستشهاد يظهر بشكل معين داخل الموضوع بتاعي. انا واقف في الاند نوت، وبعد ما بختار الاوتبوت ستايل باجي هنا في السيتيشن بيقول تمبلت. تمبلت يعني ايه؟ يعني الشكل الستايل. لو قلنا الستايل عندك هيبقى الاوثر والفصله والسنه، الاوثر فصله السنه، او النوع الثاني الاوثر وبين قوسين السنه. طبعا على حسب ايه؟ حسب ما انت هتكتب، هتقول فلان سنه كذا قال، او هتقول كذا 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 واللي قالهم فلان بين قوسين سنه كذا. ده النظام اللي ماشي. طب انت لو حابب تغير، حابب مثلا تفصل عندك عالم او اثنين او ثلاثة، ازاي تقدر تغير؟ قال لي عندك هنا تحت ايه؟ بتختار السيمي كولون بتاعتك، الفصلة المنقوطة او الفصلة العادية او الشرطة او كلمة ان، زي ما انت تحب. لكن الطبيعي بتاع البرنامج في السيتيشن دول. طب واحد تاني عايز، لا عايز يظهر بس اللي هو بدل ما اقول محمود سنة 2001 مثلا او سنة 2000، اقول محمود 00 او محمود مثلا 20 او محمود مثلا 15 يعني 2015. اقدر قال لي هنا ممكن تستخدم اخر رقمين في السنه، لكن ده مش شائع يعني، مش شائع ان انا اقول محمود مثلا 15 يعني محمود 2015 يعني، لان دي انه بعد شويه ممكن ايه تلاقي مثلا 1970 و2070، فهتبقى الامور مش طبيعيه يعني. المهم ده التمبل، ده الشكل السيتيشن الحالي في البرنامج او في الستايل ده. طيب بيقول بقى ايه بالنسبه للديفرنت امبيريوس سيتيشن هنا، لو عندك انت اكتر من ايه، اكتر من حد مشترك في البحث ده، بيقول لي انكلود ذا اوثر انتيلز اور فول نيم.
سيتيشن، يعني لما تكتب مثلا هتكتب اسم العالم كامل كامل، مثلا محمود عباس علي ولا محمود ايه ايه على حسب ما انت عايز برضه. فانت هنا ممكن تدوس عليها كده وتقول له اكتبها ايه فول نيم، او خليها ايه الاسماء اختصارات يعني، اول حرف من اسم العالم او اسم الاسر كابيتال والثاني كابيتال والفاصله بينهم بنقطه، او الاثنين جنب بعض على طول ما فيش فاصله بينهم بس في نقاط، او الاثنين جنب بعض بس في مسافه بينهم، او الاثنين شابكين في بعض. طبعا ايه اعتقد اغلب الناس بس فيها الفول نيم، يعني محمود عباس مثلا او عباس على حسب يعني. ماشي. اد مور اوسر انتل ذا سيتيشن از يونيك، يعني حط عدد كتير من الناس لغايه ما يبقى ايه فريد من نوعه. لو انت عندك مثلا في مجموعه ابحاث الناس اللي مشاركين فيهم متشابهين، ممكن تقول له حط لي اثنين او ثلاثه او اربعه لغايه ما اجد ان السيتيشن ده فوق ماله مختلف عن ايه عن الثاني، ما يبقوش الاثنين شبه بعض يعني. طيب اد تايتل فور ديفرنت ورك باي ذا سيم اوثر، لما يبقى عندي انا مثلا، ودي احنا بنحسها كتير، لما يبقى عندي مثلا محمود عامل بحثين او ثلاثه، محمود عامل بحثين او ثلاثه ايه في نفس السنه وانا بستشهد بالثلاث ابحاث دول، بيقول لي افصل لك بين الابحاث ازاي. طبعا هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل الاي والبي والسي الكلام ده كله. يبقى محمود سنه 2000 اي، محمود 2000 بي، محمود 2000 سي، على حسب ايه؟ على حسب عدد الابحاث المنشوره لمحمود في السنه دي اللي هو استشهد بيه. طيب الاوثر ليست، ودي مهمه خالص 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 في السيتيشن. طبعا في الورد هنا بيبقى معانا غالبا لو اثنين بس، بقول مثلا محمود واحمد مثلا، لو هو ايه اثنين اسر على البحث، محمود عند احمد سنه كذا. لو اكثر من اثنين غالبا بنكتب محمود واخرون او احمد واخرون. طب في بعض الناس بتكتب بيلاقي انه السيتيشن جايب كل الناس اللي على البحث، يعني لو في خمسه او سته على البحث كتبهم كلهم، ده هيخلي ايه بقى الاستشهاد فوق في متن الموضوع ممل شويه وكتير. فانت لو عايز تقول للبرنامج لا انا مش عايز الاستشهاد بالشكل ده، انا عايز الاستشهاد تغير اللي فيه، تظهر لي لو اثنين تظهرهم زي ما هم، لكن لو اكتر من اثنين تظهر لي اول واحد بس، لو انت عايز تظهرهم كلهم تظهرهم كلهم مش مشاكل. طب لو هم اثنين افصل لك بين العلماء او الباحثين ازاي؟ هل بفصله ولا بكلمه اند ولا بالعلامه دي؟ الكلام ده هو اللي احنا هنقوله دلوقتي. باجي هنا كده بيقول لي نمبر اوف اوثرز، لو عندك الاسر دول من واحد لغايه 100 اوثرز افصل لك بينهم ايه؟ هنا قال لي فصله. طب افترض انت مش عايز تفصل بفصله، عايز تفصل باي علامه تاني، بشرطه مائده بشرطه عاديه، انت حر. طيب بيقول لي ايه؟ يبقى بين الباحثين المطلوبين على البحث حصل لك ايه؟ بالفصله دي. طيب جاب لي اخر واحد اعمل ايه؟ يعني بينهم كلهم فصلات. طب واخر واحد جاب له اعمل ايه؟ قال لي بيفور ذا لاست اكتب لي علامه الاند. يبقى بيفور لاست وان اكتب لي اند. طب انت مش عايز تكتب اند مفيش مشاكل، انت تكتب له او بتوضح له هنا جاب لي اخر واحد منهم هيكتب ايه. ماشي يا دكاتره؟ اللي هي دي كده. يبقى هو هيكتب 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 وجاب لي اخر واحد يكتب ايه؟ يكتب الاند. طب بيقول لي لو هم من 100 اكتر من 100، يعني زي ما اشوف بعض الابحاث فيها ممكن 1000 واحد مطلوب، زي صفحه في النتشر تقريبا المشهور، يعني كتاب ورا الصفحه والمؤلفين كتاب. نفس الفكره بيقول لي افصل لك بينهم ازاي؟ برضه نفس الفكره، كل واحد يفصل بالشكل اللي يريحه، هتفصل بكلمه اند، هتفصل بشرطه منقوطه او بفصله منقوطه بشرطه مائله. طبعا هو المتعارف عليه بين الباحثين بنكتب الفصله العاديه دي، وبين وبعد اخر قبل اخر واحد بنكتب مين علامه الاند. لكن لو هم اثنين بس فاحنا بنكتب محمود اند محمد مثلا كده. طيب اختصار الباحثين abbreviated author list first appearance، اول ظهور ليهم في الكتابه بتاعتك او في البحث بتاعك او في المذكره او في او ايا كان العمل اللي انت بتعمله. بيقول لي list all author names اكتبهم كلهم لو انت عايز تظهرهم كلهم كده، او بيقول لي if ثلاثه، لو ثلاثه or more. انا ممكن اقول له لا لو اثنين او اكتر. يعني ايه اثنين او اكتر؟ يعني اقول له بص لو هو واحد تكتبه لوحده، لو اثنين تكتب برضه فلان واخرون. يعني لو محمد ومحمود ممكن حتى لو اثنين اخليه يكتب محمد واخرون، ما اخلوش يكتب محمد ومحمود، اخليه يكتب محمد واخرون. لو انا قلت له هنا اثنين هيكتب محمد واخرون. لكن هنا بيقول لي اف اثنين اف ثلاثه اور مور ليست ذا فيرست، واحد ولا اثنين وثلاثه، يعني ليه معنى الكلام ده كله؟
نفترض ان عندي 5 باحثين دلوقتي في البحث ده، هقول له هم اكتر من 3، اكتب لي اول واحد او اول 2 او اول 3 او اول 4 او اول 5 على حسب ما انت تحب. لكن احنا غالبا بنكتب اول واحد واقول له الباقي ايه، اكتب ايتاد محمود ايتاد. انا ممكن اقول له لا، لو هم اكتر من 4، يعني لو 4 اكتبهم كلهم، لكن لو 3 اكتبهم كلهم، لو 5 لا اكتب فلان واخر. هنا بيقول لي لو هم اكتر من 3، يعني من 3 فما فوق، اكتب كام واحد منهم؟ اقول اكتب مثلا اول واحد او اول 2، عباس ومحمد ايتاد او عباس ايتاد على حسب ما انت عايز. هو بيقول لي ليست ذا فيرست اوثر ايتاد، يبقى هنا هيعمل ايه؟ هو هيكتب اول واحد والباقيين ايه، ايتاد، حتى لو البحث ده عليه مليون واحد. لكن لو انا قلت له اكتب اول 5، هيكتب 5 زي ما هم. طيب بيقول لي اند ابريفيت ويز ايتاد. طب هنا بدا ايتاد. في ناس بتكتب الايتاد مايله، يعني بعض الكتب بيكتب الايتاد دي مايله، وبعدهم او بعض الابحاث انا بشوفها يعني لا مش مايله، واقفه عاديه يعني، برضه تقدر تتحكم فيها. هنا اقول له ايتاليك، خلي الايتال دي مكتوبه ايتاليك. طب انت مش عايز تكتب ايتال، عايز تكتب مثلا، عايز تالف حاجه من دماغك تكتبها اصغر مثلا، طبعا هي مش تنفع يعني. بس انا اقصد ان هو هنا البرنامج بيديك الحريه تكتب اللي انت عايزه، اكتب اخرون لو عربي، اكتب اصغر لو انجليزي، اكتب ايتال طبعا متعارف عليها وصحيحه ايتال. طب ايتال دي انت عايزها تبقى مايله او مش مايله، عندك كلمه ايتالي كده. طب انت عايز تضيف نقاط او في فواصل او فاصله او شرطه مايله جنب ايتال، لك مطلق الحريه طالما انه هتراعي النمط ده هو الالباه المجاني. بعد كده بيقول بقى ابريفيتد اوثر ليست سبسكوانت ابيرنس في اللي بعد كده، يعني في اللي جاي ليست اول اوثر نيمز، اكتب لي الكل، ولا برضه نفس الفكره لو 3 اكتب اول واحد وايه وهات الباقيين ايتالي. طبعا ده على حسب ما انت بتعمله. اعتقد ان احنا كل بيمشي على سيمتريه واحده، سواء في اول البحث في اخر البحث، في اول رساله في اخر رساله، يكتب الان اخرون باستمرار. الف سلامه يا دكتور. احنا كده خدنا ايه؟ خدنا اللي هو الاسر ازاي تفصل بينهم، ولو هم اكتر من واحد تكتبهم ازاي، سواء انت كنت عايزهم كلهم يبقوا مدرجين في السيتيشن فوق، او تقول له لا ادرج لي الاول بس والباقي ايه واخره. طيب الاسر نيم تكتب ازاي الاسر نيم؟ انا مثلا بكتب محمود عباس علي، هو بيقول لي ايه؟ اكتب لك زي ما انت كاتب بالظبط محمود عباس علي، ولا اكتبهم لك بقى زي ما احنا هنا كده؟ بيقول لي جون سميث ولا سموس ثم فصلة مسافة جون، ولا سميث بدون فصلة جون. طبعا كل واحد على حسب ايه، على حسب ما بيكتب الصلاة بتاعته. وانا اعتقد ان بيكتب في بحث معين بيحاول ان هو يثبت نظام معين في كل ابحاثه، عشان ايه؟ عشان سواء على جوجل سكولر او على اي موقع مشترك فيه يظهر ايه، يظهر كل الابحاث بتاعته بنفس السيمترية اللي هو ايه، اللي هو كاتب الاسم بتاعه. طب الباحثين الاخرين لو عندي ناس انا مشتركه معايا تاني، اكتبهم ازاي؟ في بعض السيتيشن مانجر او بعض الستايلات يقول لك تكتب اسم الاسم الثالث الاول، يعني محمود عباس علي، تكتب مثلا علي مساء شرطه او فاصله اي اي محمود عباس علي. في ناس تانية يقول لك لا تكتب اسم الشخص نفسه، زي ما كان في بعض الاخوه السيدات يعني بيقول لك لا اكتب لي اسم في البحث، يعني هي عايزه تكتب اسمها في البحث ده حقها. فبعض الناس يقول لك لا اكتب اسم الجده واسم العيله، والناس الثانيه يقول لك لا اكتب ايه اسم الشخص نفسه، هاتهم بالترتيب يعني. ده برضه على حسب المجله ما تطلب منها. فهي دي كذا نظام يعني، زي ما هو كده يا اما زي ما هو بينهم فاصله، يا اما بتعكسهم وبدون فاصله او زي ما تحب. طيب الحروف بقى لما اجي اكتب، الحته دي مهمه جدا، انت ممكن تلاقي البرنامج على زي ما هو كده بيجيب لك المراجع مش موحد. الاسم هياخد الاسم من الملف اللي انت حملته له من النت زي ما هو، الكابيتال كابيتال وسمول سمول، ولا نورمال؟ النورمال بتاع ان هو ايه، اول حرف كابيتال في اول اسم، وبرضه الاسم اللي بعده اول حرف كابيتال، الاسم اللي بعده اول حرف كابيتال، يعني اول حرف في كل اسم هو دي كابيتال. ولا اول ابر كيس، كل الحروف كابيتال في كل الاسماء، طبعا ده شكلها مش حلو يعني. ولا سمول كابز، كل الحروف سمول. طبعا يا هو از ات از، او ايه، او نورمال اللي هو اول حرف في كل ايه، في كل كلمه او في كل اسم هو اللي كابيتال. طيب الاختصارات بعد كده هتعمل ازاي الاختصارات بقى؟ النيم زي الاسم مش هتختصره خالص،
ولا هتختصر اخر اسم بس، ولا هتختصر الكل؟ طب لو انت هتختصر الكل هتعمل بينهم فاصله ونقطه بعد كل حرف، ولا لا هتشبكهم في بعض زي كده بدون فواصل وبدون نقاط؟ طبعا على حسب برضه ايه، على حسب ما بتحب. ماشي دكاتره؟ طيب، ولا انت هتعمل اختصار الاول ايه لاول اول باحث بس مذكور؟ طبعا عندك على حسب بيه، على حسب ما انت هتعمل ايه. بعد كده بقى بالنسبه للاسر نيم في السيتيشن اللي بعديها، لو انت هتفصل يعني مثلا انا عامل خمس ابحاث وهو مستشهد بالخمس ابحاث في الحته دي، هينفع يقول محمود 2000، محمود 2001، محمود 2002، محمود 2003؟ هو هيقول محمود 2000، 2001، 2005 وهكذا. هو بيقول لي هنا اعملها لك ازاي دي؟ افصل لك بين سنوات ازاي؟ هل بشرطه؟ هل بشرطه؟ ولا بفصله؟ ولا اكتب لك اند؟ يعني محمود 2000 2000 اند 2001 مثلا. فانا برضه ايه بقدر اختار ازاي يعمل ايه؟ ازاي يفصل ما بين الابحاث بتاعتي اللي هو مستخدم نفس الابحاث بتاعت محمود في نقطه واحده يعني. طيب الترقيم، الترقيم بتاع الابحاث. All reference use range for citation من 1 ل 3 or 1 اي اف بي، على حسب ما انت ايه، على حسب ما انت تستخدم برضه يعني البحث ده او الابحاث بتاعت محمود بيستخدم كام بحث من محمود؟ طب هترقمهم ازاي؟ كل واحد على حسب ايه، على حسب ما بيعمل. بعد كده لو انت هتستعمل تجميع للريفرنس، اعتقد دي هتبقى ممكن تبقى موجوده لو حد هيشتغل شابترز ولا حاجه من الى، لما انا اقول مثلا الفقره دي اللي عندي كلها دي جالها فلان وفلان 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 في الاخر كده كلهم جنب بعض، هنا بقى هو هيعمل لي قوس ويحط لي اسماء العلماء. طب يفصلهم ازاي عن بعض؟ يعني محمود 2001 فصله منقوطه ولا فصله ولا شرطه ولا اند ولا ايا كان نوع العلامه انت هتحطها، ومثلا علي 2005 فاصله او اي علامه، محمد 2015. هو هنا بيقول لي لو انت هتعمل النظام ده هتعمل تجميع للمراجع فقره معينه كده، انت استخدمت كذا مرجع، الاستشهاد بتاعهم بتكتبه ازاي؟ بين قوسين. طب بين قوسين افصل لك ما بين الباحثين وبعضهم ازاي؟ بفصله ولا فصله منقوطه؟ اعتقد الكلام ده ثوابت يعني، في حاجات ما ينفعش تتكلم فيها يعني. هنا بقى البيبلوجرافي دي خاصه بالمراجع ان شاء الله هنجيها بعد شويه. الترتيب بيقول لي سيتيشن سورت اوردر، الطريقه بتاعت الترتيب في الاستشهادات سيم از بيبلوجرافي، نفس اللي في المراجع تحت، ولا اوثر زائد تايتل، ارتب لك حسب الاوثر الاول بعد كده حسب التايتل، يبقى هشوف اسم الاوثر قبل يتهوز وبعد كده ارتبهم ايه على حسب التايتل قبل يتهوز. طبعا ده على حسب ايه، على حسب ما انت شغال. لكن انا هنقول حاجه ثانيه بعد شويه في الجزئيه دي احنا نخلص خالص الموضوع ده. ولا اوثر ثم الير ثم التايتل، ولا الير ثم الاوثر؟ طبعا اغلبنا بيستخدم الاوثر والير، اوثر والير مع بعض، هم دول اكتر حاجه، لان احنا زي الكليات الادبيه هم بتطلب معاهم مين؟ بتطلب معاهم رقم الصفحه. تمام. بعد كده بقى البيبلوجراف، البيبلوجراف هنا مقصود بيها متن المراجع في موضوع من تحت خالص اللي هو ده. بعد ما انا كتبت وخلصت عندي مثلا 100 مرجع، 200 مرجع، 300 مرجع، 10 مراجع، لو شغال في بحث ولا 15 على حسب يعني. بيقول لي هنا ارتبهم لك ازاي؟ او اشتغلهم لك ازاي؟ طبعا هنا حدث ولا حرج ال اسمه ده دور النشر او المجلات تختلف، حتى داخل دور النشر، دار النشر واحده، كل مجله ليها نظام يختلف عن المجله الثانيه. فتلاقي مثلا في مجلات بتحط لي السنه في الاخر، السنه في الاول، السنه في المنتصف، السنه مثلا بعد اسم الباحثين، طب السنه بين قوسين او بدون قوسين يعني، وهكذا. طب بعديها نقطه او بعديها فاصله، في اختلافات طبعا ضخمه جدا. في ناس مثلا بتكتب اسم المجله كامل او ناقص، في ناس بتكتب اسم المجله تحت خط، الكلام ده كتير خالص. فانت لو عايز بقى تغير فيه برضه بتروح لمين؟ في الاند نوت هنا بتقول له بقى بيبلوجرافي، وتقول له اديني النموذج. قال لي المجله دي اللي انت مختارها اللي اسمها انرجي بوليسي، دي سياسه الطاقه تقريبا، ده النظام بتاعها. لو كتاب هيبقى كذا، لو جورنال ارتكل هيبقى كذا. طبعا احنا يهمنا هنا خالص اللي هو اكتر حاجه بنستخدمها الجورنال ارتكل، اللي هو القوس الاول ثم فاصله السنه بين نقطتين، لان ما فيش قوسين، ثم العنوان، ثم الجورنال، ثم العدد، ثم الصفحات.
طب انت مش عايز كده، عايز تغير فيها غير براحتك. ادي هنا انت هنا كده العب وغير براحتك، عندك من فوق خالص كده ايه الريفرنس تايبس دي، واكتب بقى عايز تضيف مين وتشيل مين، يعني عايز ايه تضيفه وايه اللي تشيله. الكلام ده ان شاء الله هنجيله بعد شويه. ده التمبلت بتاع ده الديزاين بتاع المجله دي. طيب هنروح بقى ايه في الفيلد سبستيوشن. هنا بيقول لي الدي او اي، لو في عندك دي او اي اوكي، ما في دي او اي ممكن تخليها فاضيه. يعني اف ذا دي او اي فيلد از ان بيتي يوز كذا. لو انت مش عندك الدي او اي بتاع البحث ده، ممكن نكتب لك اليو ار ال بتاع البحث، اكتب اليو ار ال بتاع البحث لو انت ايه عندك يو ار ال لموقع او مجله. ما عندكش خلاص. طب الحته الثانيه دي احنا مش اغلبنا بنستخدمها، يعني مش اغلبنا بيستخدم ال ال باقي المكونات دي بتاعت البحث. يعني اللي بعد كده اللي اوت، هنا بقى بعض الابحاث احيانا لما تعمل لها ادراج بتنزل وبينزل معاها الابستراكت، فبتيجي هنا في المكان ده. طبعا هو هنا مش معاها الابستراكت، تيجي في المكان ده وتحذف الابستراكت بحيث ان هي ما تظهرش تاني. السورت اوردر، لما انا ارتب المراجع في الاخر برتبها لي ازاي؟ ابجد هوز ولا حسب اسماء الاسر ولا حسب الاسر والير والتايتل ولا حسب الظهور بتاعها؟ يعني انا ممكن اكون مستخدم مثلا محمود ده هو اول واحد استخدمته في المقدمه بتاعتي، فهو بيقول لي هنا رتب لك المراجع تحت في النهايه خالص حسب ظهورها او حسب ترتيب ظهورها في الـ في الرساله بتاعتك او البحث بتاعك او الكتاب بتاعك، ولا حسب الاوصل والتايتل. يعني اسم الاوصل فاكيد حب احمد الاول مثلا او ابراهيم الاول. لا ابراهيم ما فيهوش حرف الايه، احمد الاول مثلا هو حرف الايه الاول ثم حرف البي فالسي وهكذا. الاوصل وبعد كده ايه بياخد برضه ترتيب التايتل ابجد هوس، او الاوصل والسنه والتايتل. طب الفيرست اوصل بس ثم الير والاذر اوصل، يعني على حسب ايه؟ على حسب ما انت بتختار. او اذر انت ممكن تقول له حاجه ثانيه، يعني انت عندك نظام ثاني عايز تعمل ترتيب بيه. هنا بقى ايه بيظهر لك قائمه او عريضه اختار منها اللي يناسبك، قول له حسب التاريخ بس، حسب تاريخ النشر مثلا، حسب ارقام الصفحات، حسب دار النشر، حسب الفيرست اوصل بس، حسب الديت بتاع المجله دي، هل مجلات محترمه ولا مجلات ايه تعبانه، حسب الاصدار، حسب نوع العمل، هات لي الابحاث الاول ثم هات لي الكتب بعد كده في النص ثم هات لي اخر حاجه الرسائل العلميه. يعني انت ممكن ترتب بالشكل اللي يناسبك وهكذا. يبقى اول حاجه ترتب حسب كذا، زين بعد كده رتب حسب كذا، بعد كده رتب حسب كذا. يبقى ممكن تعمل فلاتر للترتيب، يعني هو الاول هيرتب حسب مثلا الاسماء او يبقى قبل يتوسط. طب نفترض اثنين فيهم احمد، يبقى تكتبه مثلا حسب التاريخ، يبقى احمد اللي نشر زمان يبقى هو الاول مثلا وهكذا. يبقى على حسب ايه؟ على حسب ما انت عايز. بقول طب احنا كانسل السورت اوردر الكاتيجوريز، لو انت عايز تعمل تقسيم المراجع برضه احنا عندنا هنا ما فيش حاليا. الاوثر ليست نفس الفكره، لو البحث اللي انت ناشره ده مؤلف واحد بس خلاص الامور معروفه هو حته وكامل كده. طب لو البحث ده فيه اكتر من واحد، فيه اتنين مثلا، اكتب لك فلان عند فلان ولا فلان ايطالي؟ طبعا غالبا في المراجع تحكم ما تكتبش ايطالي، انما وارد تبقى في مجلات يعني تكتب ايطالي، لكن هنا مثلا زي كده بيكتب الاسم الباحثين كامل حتى لو 10 او 15 هم كلهم بيكتبوا كاملين هناك. يعني ما اقصدش كاملين يعني بالاسم محمود عباس علي او ممكن يبقى محمود اي اي، لكن انا اقصد ان هو ما بيكتبش ايطالي، يعني بيذكرهم كلهم سواء كاملين او مختصرين. هنا بقى بيقول لي لو هم واحد لغايه 100 افصل لك بينهم ازاي؟ بفاصله. واحد يقول لك لا انا عايز مثلا اند، هات لي اند مثلا، او لا مش عايز اند، هات لي العلامه دي كده مثلا شيفت 7 تفصل بينهم بالعلامه دي وهكذا. واحد لا مش عايز شباك مثلا، كل واحد على حسب ايه؟ على حسب ما بيحب بيفصل بين العقول وبعضيها او بين الاسماء وبعضها. طيب بيقول لي جاب لي اخر واحد اكتب ايه؟ هنا هو كتب لي فصل، انا اقول له لا مش عايز فصل، جاب لي اخر واحد اكتب لي اند، يعني فلان وفلان وفلان وفلان، او فلان فصل فلان فصل فلان اند في الاخر فلان، او اقول له لا ما تخليهاش اند، اقول له مثلا خليها كده، خليها العلامه دي. يبقى كل واحد على حسب ايه؟ على حسب ما بيحب، بس على بيحب ايه؟ اللي بتتطلب المجله يعني. طيب بيقول لي الاختصارات ليست اوسر، اكتب لي كل الباحثين. ده الطبيعي ان هو بيكتب كل او بيدرج كل الباحثين في مين؟ في الريفرنس تحت. طب لو اكتر، لو انت مش عايز تتبع النظام ده عايز تقول لو هم اصلا كتار اكتب اول ثلاثه،
او اكتب اول واحد او اكتب اول اثنين، هو بيقول لك لو اكتر من ثلاثه اعمل ايه بقى؟ قول له اكتب اول واحد واكتب ايتال مثلا. طبعا ده مش شائع، يعني مش شائع، لكن انت ممكن ايه عندك امكانيات ممكن تعمل في اي وقت، يعني تقول له اكتر من اثنين او اكتر من ثلاثه او اكتر من خمسه او اكتر من 10 مثلا، اكتب لي اول خمسه وسيب الباقي، الباقي يكتب ايتال، بحيث ان ما يبقاش اللي عندك تخمه في الاسماء داخل الريفرنس نفسه. وهكذا ايه وهكذا اللي تحت. اللي بعديها اسر نيم، نفس الفكره. لما اجي اكتب الاسر نيم زي الراجل ده ما كاتب هنا كده، بيقول لي اكتبه لك ازاي؟ فيري فاصلة ام، ولا فيري مثلا ايا كان اسمه، اسم ابوه او اسم امه او اسم العيله بتاعه. طب جونز ده وفلان كذا كذا، طبعا دي كلها اختصارات لاسم. هل انا اكتبهم كاملين زي ما هم كده؟ يعني اسم كامل محمود عباس علي مثلا، ولا محمود اي اي؟ طب اكتب مثلا علي ام اي ولا ام اي اي؟ يعني الاختصار، هل اسم العيله الاول ولا اسم البحث الاول؟ تختلف من مجله لمجله. انا شفت بعض المجلات اسماء السيدات مكتوبه، يعني اسم مثلا سميره كذا كذا مكتوب سميره كذا كذا، مش جايب اسم العيله، جايب اسم ايه الشخص المطلوب على البحث او الباحث نفسه. يعني برضه دي تختلف من باحث من مجله لمجله. اسماء الباحثين الاخرين هتكتبهم زي ما هم ولا هتبدل فيهم؟ طب كاملين ولا هتعمل اختصارات؟ لان هنا برضه هتعمل اختصار، الاختصار هتكتب الاسم كامل ولا مش هتختصره؟ اسم كامل يقول خلاص انت انهيت الموضوع. طب هتختصر اللاست نيم اونلي ولا الكل بقى؟ طب لو هتختصرهم هتحط بعد كل حرف منهم نقطة وتعمل مسافة، ولا نقطة بدون مسافة، ولا مسافة بدون نقطة، ولا بدون مسافة وبدون نقطة؟ برضه إيه على حسب ما أنت عايز. طب الأسماء هتخليها كلها كابيتال ولا كلها سمول، ولا حسب ما هي مذكورة في البحث، ولا الطبيعي بتاعك اللي هو أول حرف في كل اسم هو دي كابيتال؟ طبعا في بعض الناس بتكتب أو بعض الناس تكتب اسم الباحث كله كابيتال في المجلة، ده لما يبقى في الإند نوت ويروح للمرجع بيبقى شكل المرجع غريب شوية كده. طب برضه على حسب ايه؟ على حسب ما كل واحد عايز يعني. طيب اديت ليستس او اديتور ليستس، طبعا انت عندك برضه هنا ايه؟ عندك اكتر من واحد هتعملهم ازاي؟ اديتور نيم نفس الفكره، تايتل العنوان، خلي العنوان زي ما هو متضاف في البرنامج او زي ما هو مكتوب في الـ في الـ في البحث، ولا انت تبدا تغير فيه تعمل كابيتاليزيشن مثلا وخليك حاله الجمله. يعني احيانا في بعض الاسماء العلميه او بعض الابحاث يبقى الاسم العلمي مكتوب غلط مثلا، مش معمول تالف، مش معمول مايل، فالاسم العلمي مش مكتوب مايل، انا مضطر لما اكتبه في الرساله اكتبه مايل عشان اللي هيشوف او يقرا العمل ده فعلا يحس ان هو مايل. او احيانا بيبقى ايه سهوا كده الاسم الجنس بيبقى مكتوب سمول برضه، يعني اول حرف فيه سمول واسم النوع سمول. طبعا طبيعي ان اول حرف في اسم الجنس كابيتال، فانت ممكن تقول لا، تقول البرنامج لا خلي لي او الاسم ده كابيتال او الاسم ده سمول. انا انت تقدر تعدل وتبدل في العنوان بتاعك كما يتراءى لك، عايز تسيبه زي ما هو ما فيش مشاكل، عايز تخلي كل كابيتال، عايز تخلي اول حرف بس هو الكابيتال، عايز تخليه حاله الجمله اللي هو اول حرف اول كلمه هو الكابيتال والباقي سمول، زي ما انت ايه زي ما انت تحب. الفوت نوتس ده الكلام ده مش تبعنا، الكلام ده تبع اعتقد العلوم الشرعيه والعلوم الادبيه، اللي هو ايه بيكتب تحت منظر مثلا انظر كتاب مثلا كذا صفحه كذا او صوره كذا الايه كذا، ده احنا جه في الكتب اللي هو كتب الادب الاسلامي وكده يعني. فدول برضه حابين نقول مش مشاكل، هم مش عندنا يعني، مش بنستخدمهم كتير. لكن هل انا مثلا لو غيرت في واحد زي ده، لو انا غيرت في واحد زي ده هينفع احفظه؟ مش هينفع احفظه، هيقول لي ده ستايل نازل في البرنامج، انت لو عايز تغيره عدل اسمه، يبقى ممكن اغير فيه بس ما احفظش بنفس الاسم ده، ربما يجي واحد بعد يستخدم نفس الستايل ده وهو بيظن ان هو ما اتغيرش فيه، وهو اصلا يكون ايه اتبدل او اتغير. فانا ممكن مثلا الستايل ده اسميه محمود، اسميه محمد، اسميه احمد، بحيث ان انا اعرف ان هو ده ايوه اللي انا ايه اشتغلت عليه. ماشي يا دكاتره؟ بعد ما بخلص بدوس له ايه فوق كلوز، بيقول لي سيف تشينجز، هل انت عايز تعمل تغيير او تعمل سيف او حفظ التغييرات اللي انت عملتها؟ حتى لو قلت له نعم هيقول لي ما ينفعش ايه؟ بيقول لي ما ينفعش سيف اس، يعني ما ينفعش تغير في الستايل ده بالاسم ده، ما ينفعش. ليه؟ لان الاسم ده نازل من مجله ونازل باسمه في البحث في البرنامج، فما ينفعش تغير. انت عايز تغير فيه
هو حاطط لك كلمة كابي جنبه، نسخة منه يعني. أو ممكن تسميه أنت محمود مثلا، محمود كده، محمود مثلا، وتقول له إيه؟ وتقول له موافق سيف. بس كده. لو جيت أنا هنا هلاقي إيه؟ محمود موجود. طب محمود مش موجود هنا، أقول له سيلكت نظر ستايل، اشوف البرنامج على تاني بس، وابحث عن محمود، قول مثلا انا عايز واحد اسمه محمود او ستايل اسمه محمود كده. محمود، ادي محمود، واقول له شوز، ايوه اختار محمود. بس مو هنا محمود، وبرضه اروح في الورد اقول له اختار لي الستايل اللي اسمه محمود. ادي محمود ظهر معايا هنا. بس اوتوماتيك هو بيعمل ايه؟ بيعمل تغيير لده. طب مش نافع معايا ده، انا اقدر في اي وقت ادوس من هنا كده اقول له ايه؟ ارجع لده، مفيش مشاكل عنده. مش نافع معايا ده، وهكذا اقدر ايه؟ ابدل واعدل على حسب المجال اللي انا عايزه. هنا بقى انا خليته رقم نمبر، افترض انا وديت المجله تاني رفضت، وديت المجله تالتة قالت انا نظام مختلف، فانا هغير اوتوماتيك. ودي ميزه ان بضغط زر واحده بغير من ستايل لستايل تاني، فانا ما بقاش ايه عندي مشكله ان ايه هاخد وقت بقى للمكتب المراجع من جد بقى فوق في الاستشهاد وارجع تاني في الريفرنس تحت. لا، هو البرنامج بيريح من الكلام ده كله خالص. الجزئيه اللي عدت فيها اي مشكله؟ دكاترة في أي مشكلة في الجزئية اللي عدت؟ مشكلة في الصوت يعني. ماشي ماشي. طيب خلاص، ده انا لو عايز ابدل في واحد، انا عايز ايه؟ ابدل في واحد. ده انا بقى عملنا مثلا مجله جديده في الكليه وعايزين نعملها مرجع، احنا كاشخاص مثلا عايزين نعمل ايه؟ ستايل ونرفعه على المجله بتاعتنا، بحيث ان اي حد هينشر عندنا اتفضل ده الستايل بتاعنا، عشان ما تتعبش نفسك، نزل عندك على المجله على البرنامج بتاعك واشتغل عليه. بعمل ازاي؟ انا بدخل على البرنامج كده واقول له ايديت اوتبوت ستايل، وبقول نيو ستايل. او لو انا مثلا حاسس ان في حاجه قريبه من اللي انا عايزه، ممكن اخدها اعدل فيها واقول له من البدايه انا عايز اعمل واحد جديد نيو ستايل كده. وهقول مثلا ايه، سميه مثلا ساوس فالي يونيفرستي كده، عشان الوقت بس اختصار كده. بيزد اون، انا ممكن اسميه مثلا بيزد اون اس في يو جوردن مثلا. الكاتيجوري بتاعته مثلا هسميها مثلا اجريكلتشر ساينس، يعني علوم زراعيه او ايا كان المسمى بتاعها. الناشر بتاعي مين؟ الناشر بتاعي جامعه جنوب الوادي او بنك المعرفه او ايا كان دور النص اللي حصل فيها. اليو ار ال، لو انا كمجله او كموقع او كناشر لي موقع معين، طبعا اكيد موقع المجله، فبضيف اليو ار ال بتاع مين؟ بتاع المجله هنا. ممكن مثلا اروح على النت كده مثلا، هنفترض مثلا ان ده اليو ار ال بتاع المجله، اي واحد منهم على السريع كده، وليكن كده مثلا كنترول سي كده، واقول له هذا اليو ار ال بتاعي، هذا الموقع بتاعي، وهكذا. ايه الببلشر مثلا اس في يو كذا كذا مثلا، ايا كان دور النشر بتاعتها. وهنا مثلا نسميها ايه؟ اجريكلتشر ساينس الى اخره، ساينس مثلا، وهكذا. بيزد ان، لو انا في مثلا ايه، في ستايل تاني خدت منه او قريب منه، ممكن اقول له بناء على فلان، او ممكن اقول لا ده بناء على حاجه انا بديتها من جد يعني. هنا بقى انا عايز يظهر ازاي الستايل بتاعي، عايز الستايل يظهر ازاي، الكومنتات تظهر ازاي، الكلام ده كله. اقوم داخل على مين بقى؟ داخل على السيتيشن على جوجل. بيقول السيتيشن انت عايزها ازاي؟ عايز الاسر والير، اقول له ايوه الاسر والير، وايه كمان؟ ومش بس كده، هقول له مثلا هنا ضيف لي مثلا ايه التايتل كمان، يبقى في السيتيشن ضيف لي معاهم كمان مين التايتل او لا، او هقول الاسر، اسر مثلا الاول، وبعد الاسر مثلا افتح لي قوس
وحطوا لي بعض الاسر مثلا في الاستشهاد، حطوا لي السنه واعمل لي فصله كمان، وحطوا لي جنبيها مثلا التاريخ فين اديت انا الديت مثلا كده، واخفي القوس زي الجماعه بتاعت اداب بيت بالعالم والسنه، ما هو سنه هو التاريخ صحيح، لا لا رقم الصفحه نقول مثلا هنا بيج نمبر مثلا بيج صفحات، يبقى محمود مثلا 2005 من 21 ل 25، او محمود 2005 15، يعني صفحه رقم 15 في البحث او رقم 10 في البحث. ده سيتيشن، انا هنا ببني سيتيشن، ببني يعني سيتيشن بقول يعني الاستشهاد ده اللي هو ده اللي فوق ده اللي هنا اللي هو رقم واحد، هنغيره ونخلي اي حاجه ثانيه عشان يبقى ظاهر معانا كده.